بخاف من حاجات كتير، تغيير المكان أو الزهق من نفس المكان، الوحدة، الزحمة، السكوت والدوشة. بخاف من الحاجة وعكسها واللي بينهم، اللي مش بيخوفني عمال يقل. الخوف بقى سرح جواه مع الدم، وأكتر حاجة بخاف منها خوفي، كرهة قوي قوي مش عارفة أهرب منه فين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فضلكم بس نربط الحجامة ونطلع الكرسي. مريم ندى. ايوه صح، انت مريم ندى. انت نساني ولا ايه؟ انا علاء. ايوه ازيك علاء. ازيك يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه، نورتي مصر. الله يسلمك. انت فاكره اخر مره اتقابلنا لما نسيت اقدمك حاتم جوزي؟ اه اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. آه طب هاتوا الباسبور ده خلصها لكم. لا مفيش داعي، الطابور قصير اصلا. لا طابور ايه؟ طابور يتقف الطابور وانا موجود، حتى الصحبيه والعش. طب اتفضل. شكرا. عفوا على ايه؟ علي خلاص دول بسرعه. ها مراتك دي جدعه جدا. اه حقيقي يعني كانت اجدع واحده غلطان في اصحابنا. انت بقيتي كويسه دلوقتي؟ انا كويسه قوي كويسه. طيب إيه انت اللي عامل ايه؟ اتجوزت ولا لسه؟ اه اتجوزت وطلقت، اتجوزت تاني. تعالي تعالي نشرب حاجه. تعالي اتفضل اتفضل. شكرا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. اتفضل. الله يسلمك. اديني الشنطة اديني الشنطة. استنى واحدة تجيب العربية. ماشي. شوية صح؟ هي ايه دي اللي غيرت؟ مصر؟ مش قوي يعني. بيتهيألي. عايز الناس تكون اتغيرت. لكن الشوارع زي ما هي. النبي علي الراديو شوية. وحشتك مصر؟ وحشتني قوي. انا كمان. تفتكر احنا اخترنا التوقيت الصح للرجوع؟ انا قصدي يعني ان الناس كلها ما بتصدق تلاقي شغل بره، واحنا عملنا عكسهم.
ان شاء الله حياتنا هتبقى احسن هنا. قولي لي بقى تاكلي ايه؟ انا بقول نروح الحسين نتمشى شويه ناكل حاجه حلوه نقعد على القهوه كده. عايزين ايه يا مريم؟ رحميني شويه انا مهدود من السفر. خلينا نريح النهارده هنا وبكره وعدك نعمل اللي انت عايزاه. شوف الباب. مساء الخير يا فندم. حضرتك طلبت الروم سيرفيس؟ مريم طلبت الروم سيرفيس؟ خليه اتفضل. اتفضل. من فضلك فضيل الميني بار مع عدد شوكولاته والمية. حاضر يا فندم. الشريف بيسلم عليك وبيقول ان هو مبسوط ان هو اخيرا هيشوفك. قولي له. وانا كمان. ومايا بتسالك بكره هنتقابل الساعه كام؟ مش بدري بقى، يعني لازم ننام شويه. حضرتك تمر بحاجه تانية؟ لا شكرا، عندي فكه في الشنطه في الجيب الصغير. تمام اتفضل. افتح الكباب. مريم اظن احنا مش محتاجين البيلز دي دلوقتي. ناكل ايه؟ حمام؟ استاكوزا. انت مش لسه قايل لي انك انت تعبان وعايز تنام؟ اصل ساعات في افكار بتيجي في دماغ الواحد بتسيطر على عقله. مساء الخير، عايز اطلب اوردر في الاوضه. عندكم كوارع؟ مفيش كوارع. مفيش حاجة زي الكوارع؟ ما تعملش حسابي في العشاء، أنا تعبانة وعايزة أنام. معلش هنزل تحت المطعم. شكر. كوافير. كوافير عريق كده؟
النهارده عيد ميلادي التاسع، وكمان سنوات رامي التاسعة. خليك انت. ايه ده؟ مين اللي فتح الباب؟ على مهلك يا حبيبي، على مهلك يا حسين، خلي بالك من العتبه. قعد بابا يا شادي. انت مين؟ انت مريم؟ ايوه انا مريم. ازيك يا عمي؟ ازيك يا مريم؟ انا شادى اخو رامي، فاكراني؟ فاكراك طبعا. فيك الخير انك لسه فاكره رامي. اصل من ساعه اللي حصل وانا عايشه بره مصر، لسه راجعه امبارح. انا قلت مش هشوفك تاني ابدا. ثانية واحدة اجيب حاجة بس. ده كويس قبل النوم وده اثناء النوم. ايوه بس دي اعشاب، انا كنت عايزه مهدئ دواء. طب في حاجه معينه انت عايزاها؟ اه يعني ممكن زانكس او لوكسيتانين. مع حضرتك روشيتا؟ لا اسفه جدا، اصل انا كنت باخد الدواء ده وانا عايشه برا مصر، انا لسه جايه مصر قريب وما لحقتش اشوف دكتور. انا اسفه، الحاجات دي ما اقدرش اصرفها من غير روشيتا. مفهوم متشكر. العفو. شكرا. الو؟ ايوه شريف، انا مريم.
الله يسلمك. امبارح دي نمرتي اللي في مصر بأسجلها. هو كمان بيسلم عليك ونفسه يشوفك. بقولك يا شريف، انا كنت روحت الصيدليه علشان اجيب دواء مهدئ، طلع ان انا لازم اجيب روشته. ينفع تجيب لي روشته؟ لا خالص، انا بس حاسه ان انا متوتره شويه ومحتاجه حاجه تهديني. المهدئ ده مش هيساعدك في حاجه غير انك ترجعي. انسى موضوع المهدئ ده خالص. طب اعمل ايه يا ستي؟ اي حاجه غير الحلول القديمه. مريم اسمعي، لازم اشوفك بسرعه عشان اشوف هنعمل ايه، وهكلمك النهارده بالليل تاني عشان اطمن عليكي. طب خلي بالك من نفسك. تمام، يلا سلام. مين دي بقى اللي لازم تشوفها بسرعة؟ دي مريم ندى، صاحبتك بتاعت دبي؟ اه. هي رجعت من السفر؟ اه رجعت. نفسي تهتم بيا يا شريف زي ما بتهتم بالبنات اللي في شغلك وصحباتك. نيفين، البنات اللي انا بشتغل معاهم دول بهتم بيهم بحكم ربي ناحيتهم. وبعدين ما انا حكيت لك عن مريم من زمان. شريف، تفتكر من حقي ان انا اغير عليك؟ من حقك طبعا، بس لما يكون في سبب للغيره دي، مش عمال على بطال. انا لازم انزل عشان عندي اجتماع. وانا هروح. انا مش هرجع النهارده بدري، عندي شيفت بالليل. من غير ما تقول يا شريف انا مش راجعه هنا بعد الشغل. اتفضلي. ازيك يا بابا؟ حاتم وحشني يا بابا. وحشني يا وحشني. انت كمان. سنة يا زفت. لا انا كنت هنا من 6 شهور يا بابا. كنت هنا من 6 شهور. مين دي؟ دي مريم. اه مراتي مريم. اهلا. مساء الخير يا عم. مساء الخير. اتفضلي يا بنتي عادي. اهلا 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 يا مريم. انا شفتك قبل كده؟ لا. هو دي مريم مراتي، وريتك صورها في السفريات اللي فاتت. صح. انا شفتها في الصور. ازيك يا مريم؟ انا الحمد لله كويسه. تعرفي انك احلى بكتير من الصور. ميرسي يا عمي. سيبك مني من الصور يا بابا، انت اخبارك ايه؟ انا عالي العالي. مبسوط ولا زهقان؟ طبعا مبسوط عشان شفتكم. انا ومريم جبنا لك شويه حاجات يا بابا. تسلمولي يا حبايبي. يا رب تعجبك. محمود محمود. صباح الخير. صباح النور. بقولك ايه؟ ايه؟ الفطار جاهز وسخن، مش هتفطر معايا؟ ازاي؟ حاضر انا جاي وراكي، اسبقيني. يلا بسرعة عشان انا جعانة جدا. هاجي وراكي. مع السلامة. معلش عن اذنكم، انا لازم انزل عشان فيفي مستنياني. يعني اتفضل. رتب كويس، انا ما بحبش الكرواتة. حاضر يا بابا. أبوك دمه خفيف جدا. يا ريت لما تكبر تبقى فرفوش زيه كده. مفرفش عشان ما بيفتكرش خالص. يا بخته. حاتم، مش معقول نكون واخدين شقة باباك وهو قاعد هنا في الدار. أولا إحنا مش واخدين شقته، إحنا مستلفينها لحد ما نجيب بيت. الموضوع ده ممكن ياخد وقت.
انا ما عنديش مانع ان هو يجي يقعد معانا. اظن هو اللي عنده مانع. ما خدتيش بالك من فيفي ولا ايه؟ لا خدت بالي. بس لو غير رايه في اي وقت انت قول لي بس. يا مريم يا ريتك تركزي معايا قد تركيزك مع ابويا. طب والله العظيم انا مركزه معاك. طيب خدي بقى جدول الاسبوع. ليه دي الجدول؟ بكره ننزل ننقي عربيه ونخلص الموضوع ده. ننزل ننقي باقي العفش، اروح اخلص ورق استلام الشغل، وهشام عازمنا على العشاء. ممكن يوم الخميس مثلا؟ ممكن اي حاجه، ما تسيبها على الله. انا سايبها على الله. عملت اعمل لي جدول وترتيبات. انت زهقتي؟ عايزه تعملي امبراطوريه تتباهي بيها. ميم ميم ميم، كلنا ميم. كنت سالتينا ايه راينا في الميم؟ محدش رد. ايه انتوا عاوزين ايه؟ انا عايز اجيب منك بيبي. ان شاء الله البيبي هيجي يعني شويه كده. هيجي لوحده؟ لا بس انت مش لسه قايل ان احنا مش عارفين رجعنا في توقيت مناسب ولا مش مناسب. انا ما قلتش، انت اللي قلت. يعني انا بقول ان احنا ممكن نستنى على موضوع الخلفه. نستنى؟ انا راجع مصر عشان ما نستناش. دبي تقولي لي لما نرجع مصر عشان ولادنا يبقوا مصريين، ولما نرجع مصر تقولي لي نستنى. بجد مش فاهم. لا انا بقول لما نستقر في بيتنا الاول وبعد كده نبقى نتكلم. لسه هنتكلم؟ حاضر. مش حاسه اني مستعده للخلفه خالص، مع ان نفسي جدا اني اكون ام، بس خايفه. هو اللي بيخبي حاجه يبقى بيكذب. اصل في حاجات كتير بصراحه ما ينفعش احكيها حتى لاقرب الناس لي، مع ان من حقهم يعرفوها، بس كده يبقى انا بكذب. انا ليه بكلم نفسي؟ جايز عشان مش عارفه اتكلم مع حد، بس انا نفسي زهقت مني علشان بتسمع مني طول الوقت نفس الكلام. يا بنتي افهميني، حتى لو عايزه انا مش مستعده للخطوه دي دلوقتي. انت عارفه بقى عندك كام سنه؟ هتبقي مستعده امتى يا مريم مع المينوبوز؟ انت هتستهبلي؟ انت عارفه انا مش قادره ليه؟ والله اللي انا عارفاه انك متجوزه واحد بتحبيه وبتموت فيه وهو بيموت فيكي، ومش بيرفض لك اي طلب. الطلب الوحيد اللي هو نفسه فيه انت اللي شايفه ريقه عليه. ايوه بس الموضوع مش بالبساطه دي. انا حاسه ان انا لسه مش كويسه. ليه مش كويسه دي؟ لا يعني حاسه ان لسه اعصابي متوتره ومحتاجه استقر. يا مريومه انت بقالك 5 سنين متجوزه، الراجل نفسه يخلف منك. وانا كمان عايزه اخلف منه. طب ايه المشكله؟ خايف. طب اقول لك سلفولي عرض. انت اكيد بتستهبلي. اخلف منه وارجعه لك تاني؟ لا بجد. وانا بنت خالتك مش غريبه يعني. انت عايزه تروحي لدكتور نفساني؟ طب بقول لك ما تروحي للدكتور ده اللي حاتم حاجز لنا عنده بدالي. ما ده اللي انا بقوله. اتجوزه بدالك واعيش في دبي، وبدل العيل خلف قرطه والدكاتره النفسيين واي حاجه مضايقاكي. انا بعينك بعينك. انا عندي صحواتي حفي ورا جوازهم عشان ياخدوهم لدكاتره يحلوا مشاكلهم ومش راضيين. وانت جوزك بيحاول يساعدك بكل الطرق. اتعيد لي بقى وبطلي سواقين العوج ده. ايه يا حبيبي؟ خلاص الحساب. بنطلب الحساب خلاص طالعين. يلا يلا يلا. مستعده؟ طبعا. هتنبهلك. هو مين ده اللي واقف مع حاتم؟ تمسكي لسانك شويه. شويه بس. هاي حاتم. الحمد لله على السلامه. ازيك عامل ايه؟ الله يسلمك. يا هشام الله يسلمك. مايا بنت خالتي. اهلا هشام. ازيك عامل ايه؟ طيب اتحرك؟ اتحرك يلا يلا. انا هركب مع مايا. اوكي ماشي. لا قدامنا لا قدامنا.
كنت ناوي تسيب الاوتيل وترجع الشقه امتى؟ مش عارف لما مايا تخلص. هي مايا دي اللي بتعمل لكم الشقه؟ اه مالها؟ مالهاش يا عم تمام. عشان ست يعني؟ مش اي ست يعني، انت تتخيل دي واقفه مع العمال دي هيبقى شكلها ازاي يعني؟ مسيطره قوي واكيد العمال مبسوطين. سيبك انت، انت مختار وقت ترجع فيه من دبي غير كل الناس يا معلم. ظروف. بقول لك ايه؟ هو مين هشام ده؟ صاحب حاتم الانسين. ما انا عارفه انه صاحبه. نظام هو مهندس معماري يعني. يا مريم ركزي، مش بسألك بيشتغل ايه. ايه نظامه؟ اه لا بصراحة انا لحد كده ما اعرفش. طب هو مش لابس دبلة ليه؟ يخرب بيتك لحقت تبصي على ايده. اعمل ايه؟ عينيا بتلقط الحاجات دي بسرعة. طب خلي عينيكي على الطريق بدل ما تعملي حادثة. اتفضل يا ستي. السلام عليكم يا رجالة. الله ينور. كان نفسي تشوفيها وهي مفروشة، كانت هتفرق معاكي كتير قوي، بس انتوا اللي مستعجلين. غريبة. ايه؟ لا بجد غريبة. في ايه يا مريم؟ اصلها حلوة. بصراحة غريبة منك يا مريم. وقعتي قلبي. انا طبعا ما شفت الشقة قبل كده. جايز تكون كانت احلى. يا سلام. بالعكس الشقة اتغيرت خالص. تسيبيني. ميرسي يا حاج. سامع؟ شايفة بيقول ايه؟ لا بصراحة بصراحة يعني انت ذوقك اتحسن جدا. بحاول. يمكن يجيلي شغل. دي اكيد كانت اوضتك يا حاتم. اه. ان شاء الله هتبقى اوضة البيبي. وطبعا لما هنفرش الدنيا هتبقى احلى بكتير. يعني الستاير، اكسسوارز، كل ده هيعمل فرق هتحسوا بيه. ايه رايك يا باشمهندس؟ لا حلوه جدا. خلصتها في 3 شهور بس. ده كتير ولا لا؟ كتير ازاي يعني؟ لا يعني احنا بنطلع عماره في 3 اشهر. مبسوطه؟ ما اقدرش اقول له غير اني مبسوطه. هقول له ايه يعني بعد ما عمل كل ده عشاني؟ اقول له اني ما كنتش متاكده اني صح. بس قول الحق، الشقه حلوه صح يا ستي؟ حلوه الشقه فلقتيني. هو انت اول مره توضبي الشقه ولا ايه؟ لا بس بصراحه اول مره الكلاينت ما يهرنيش ملاحظات، مش عارفه ولا عيب فيك ولا في ايه. طب بجد انت ايه رايك؟ حلوه؟ حلوه جدا يعني، ما فيش كلام. بس يعني لو عايزه شويه ملاحظات ممكن نرجع لهناك دلوقتي اطلع لك شويه ملاحظات. لا لا لا، وشوش الكهرباء عندك كلها مش موزونه، في كلام. لا لا ميرسي، شكرا، مستغنيه عن خدماتك. ميرسي. طب بقول لك ايه، بما انك مهندس في مشروع كبير فاكيد عندك عمال شطار يعني. اه طب ما سلفني كام صنايعي. كام صنايعي؟ هو انت فاكراها مقاوله ولا انفار؟ انت جايه تاكلي ولا تطلعي مصلحه؟ وماله الاثنين؟ شيشتو. اه ميرسي. سلفني. سلفني يا فندم. حتى بقول لك ايه يا مؤيد؟ احنا ينفع ننقل الشقه بكره؟ نعم. ازاي يعني؟ انا لسه محتاجه كام يوم اطلع العمال وافرش. خلصي شغلك واحنا فيها. ازاي يعني يا مريم؟ هنقعد في الشقه ولسه في عمال داخلين خارجين؟ ما فيهاش حاجه يعني. احنا كده كده طول اليوم بره عشان بنخلص مشاوير. يا بنتي خليكوا في الاوتيل معززين مكرمين بدل البهدله دي. انا ما بحبش قعده الاوتيلات. خلاص براحتك، انا هجهز الشقه تقدروا تروحوا بكره. خاتم. اه هو هشام صاحبك ده متجوز؟ كان متجوز وطالب. سالي ليه؟ هو ما بيفكرش يتجوز تاني؟ حياتي الغبي هو اللي بيكرر نفس الغلطه مرتين، ولا انت شايفه ايه؟ لا انت اللي شايف ايه؟ انا شايفه كده. ايه
طيب خليكي جوه بقى. تمام يا ريس عندك بس بميل هنا. الله ينور. هتهلي كده سيكة كده والكرباجي هتهلي كده على مهلك. بس بس هتعليا بس خباك على الأرض. ما تجرها. طيب السلام عليكم. أهلا أهلا. التريد ميل جاهز. حاجات وسط. ازيك يا مول؟ ازيك يا مريم؟ أهلا. هاي هندخل الحاجة جوه. في حاجات تانية كمان جوه. تمام. مش عايزين مساعدة؟ لا تمام تمام. خلي بالك الأرض قوي جدا. بص يا ريس ما ينهي على الحيطة هنا. ايوه على مهلك. احنا كده خلاص. قولي لي بقى مبسوطة؟ جدا. عارف عارف انا نفسي في ايه دلوقتي حالا؟ نفسك في ايه؟ نشوف مين احسن واحد بيعمل دليفري كوارع. لو النبي بجد؟ سوري انا اسف. انا بقول كفايه شغل النهارده. كفايه شغل. كفايه شغل النهارده. حاضر. فعلا؟ فعلا. عم شوقي نعم يا فندم. يلا لما عدتك النهارده خلاص فتمش. طبعا. انت كنت بتعملوا ايه؟ انت مش تقول ان في حد هنا؟ هو استاذ شوقي شاف ايه؟ احنا كنا عايزين نطلب دليفري. دليفري بس. دليفري بس كده؟ بس. طيب الحمد لله. اجيب لكم المرتبه. احنا هنجيب المرتبه يا مايا. خلاص باي مايا. باي. خلاص يا جماعه النهارده كفايه شغل. نجيب المرتبه. شكرا كده النهارده يا جاد. يلا يا ريس بكره باذن الله. مع السلامه. طيب يا جماعه بالتوفيق. يلا باي مايا بقى. متشكرين. يلا وريني. اتفضلي. يلا. لا اتفضلي. لا وريني. انت شكرا. وريني اضرب. لحظه بس. يلا تمام تمام. ايوه كده تمام. يلا يا مريم. يلا يلا. لا بس بالراحه بالراحه بالراحه. لا مش بالراحه كده بالراحه مريم. منصوب انت بس من عندي. طيب طيب يلا بس يلا يلا يلا. بلحظه لحظه لحظه لحظه. انت بتساعديني ولا لا؟ لا لا. تاخدي نفسك. كنا كلنا بنروح. طب لحظه بس لحظه بس. أنا آسفة إني صحيتك. أنا مش كويسة خالص يا شريف. بجد مش كويسة. خايفة. كل حاجة حواليا مخوفاني. البيت والناس والشارع. وأكتر حاجة خايفة منها نفسي. أنا مش قادرة أصدق إن بعد السنين دي كلها لسه بفكر فيه. أول لما وصلت لقيت نفسي رايحة له.
مش قادرة انسى يا شريف، مش قادره.